المهم أن يستند الإنسان في تقليده إلى حجة شرعية، ومقصودنا من الحجة الشرعية أن يستند إلى قول أهل الخبرة. وقد ذكرنا في الليالي السابقة ليس كل معمم أو كل عمامة تظهر على شاشة التلفزيون أو كل شخص نثق به فهو من أهل الخبرة، لا، أهل الخبرة هم أساتذة البحث الخارج المعروفون، مو أي أستاذ بحث خارج، المعروفون في الحوزات العلمية بأستاذتهم وبحثهم، معروفون بعلميتهم، هم هؤلاء أهل الخبرة، هم الذين يشخصون من هو المرجع الجامع للشرائط، شرائط التقليد، الذي يكون أعلم وأفقه من غيره في مورد الاختلاف في الفتوى. أنتم تعرفون الآن كثير ممن يدعي المرجعية وكثير ممن يتصدى للمرجعية لأنه يملك إعلام ويملك شاشة تلفزيونية أو يملك قنوات تلفزيونية أو يملك مروجين أو يملك دعاة، هذا ليس كافيا في المرجعية والتقليد، لابد أن تستند المرجعية إلى اعتراف حوزوي، يعني إلى اعتراف من داخل الحوزة، إلى إقرار من داخل الحوزة، مثل أي جامعة أخرى. أنت الآن يجيك واحد يقول لك أنا طبيب، ما طالب بشهادة من جامعة معترف بها أنه طبيب؟ يجي واحد أنت عندك شركة تريد توظف إنسان في شركة تقول لك والله أنا مهندس، ما طالب بشهادة من جامعة معترف بها في مجال الهندسة؟ يعني بس الفقه طايح حظه؟ يعني في الطب نطالب بشهادة وفي الهندسة نطالب بشهادة وفي مثلا أي اختصاص علمي نطالب بشهادة، بس من نجل الدين طايح حظه، نقبل أي واحد، أي عمامة، أي عمامة تظهر على شاشة التلفزيون، أي إنسان عنده إعلام، أي إنسان عنده أموال نقبل بعلمية ومرجعية وأعلمية وإلى آخره وإلى آخره. لا، الدين أثمن من ذلك كله. كما نطالب في التخصصات الأخرى شهادة موثقة من جامعة معترف بها، أيضا من يتصدى للإفتاء والمرجعية نطالبه بشهادة من الحوزة المعروفة، إما حوزة النجف الأشرف أو حوزة قم المقدس، الحوزة المعروفة أن تعترف بعلميته، بجامعيته للشرائط، بأهليته للإفتاء، وذلك عن طريق الرجوع إلى أهل الخبرة.